الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي المشاهدين وأحيي أختي أم خالد. حالك أم خالد؟ أهلا وسهلا. حيا الله محمد، كيف حالك؟ الله يعافيك، يعطيك العافية. الحمد لله. الله يعطيك العافية. وإيش حال الشباب؟ الحمد لله كلهم زينين. الجيران الحمد لله. الحمد لله كلهم حريم العيال كلهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يخليكم إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. اليوم طبختنا بحلاوة. حلوية. ساقو والخنفروش. إيه ما شاء الله. إيه ما شاء الله. هذا المقادير ماله. بعرفكم على المقادير مال الساقو. عندنا الزعفران، عندنا الهيل الناعم، عندنا الدهن العربي، عندنا السكر، وعندنا هذا الساقو طبختنا مال الخنفروش. هذا عندنا طحين العيش، وعندنا طحين رقم واحد نخلط معاه، وعندنا الكركم، وعندنا البيض، وهذا الزعفران، وهذا الهيل، وهذا المكسرات وياه، وهذا الدهن العربي، وهذا بيكنج بودر، وعندنا الحليب الناشف، وعندنا الزيت. يلا خالد أباش تحمري لي اياه. نزلي يا اختي تحملي حاسبي حار. اي لا حار ضوي يطبخ. تحملي حاسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شوي اختي. بسم الله الرحمن. عندي السكر اختي؟ ايه السكر. السكر عندي انا، بعطيش الملاليس. ايو انت بين هذا ولا هذا؟ شوف لي خفيف شو. هذا ولا هذا؟ كل واحد يبيها. هذا؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقادير مال الله. بسم الله. يلا حمري الملاليط للساقي. طولة تشتغل اختي؟ ايه. تحمل تشتغل. هذا تحمير الساقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حليب ناشف حق الخنفروش. هذا الخنفروش، وهذا طحين رقم واحد، بنحط وهذا طحين العيش. بزيد شوية الخنفروش شاي، نخلطه مع بعض. هذا لازم يبقى شوي زيادة عشان ينخلط مع بعض. حطينا الحليب الناشف، الحين بنضيف السكر. ام خالد يعطي طحين. ام احمد شويه شويه طحين. ها زيدي طحين. اعطيني ام خالد السكر شويه. هذا سكر لازم نحطي عليه سكر. محمر هذا ولا بعده؟ شو حمر اللي هذا عندك؟ ايه ايه بيحمر شوية باقي. يلا شوية باقي. ايه الحين بنخلطه هذا كله مع بعض. هذا بيكنج بودر.
شوية. هذا البيض بسم الله. هذا البيض لازم يبقى 4 بيضات على حسب اللي تبقى أنت، 4 أو 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بغير البيض، إذا زريته ما سد البيض بنزيده شوية ماي. هذا البيض بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الساقو الحين نحمر الليل، هذا زيد عليه. لازم الساقو لازم يتحمر الطحين ويطبخ الماي ان كان عشان لا يستوي بارد ولا يكسر. الحين بنحرك هذا بنشوف يسده ولا ما يسده. الحين بنضيف عليه شوية ماي، ضفنا عليه شوية كركمة، بنضيف عليه زعفران، بنضيف عليه الهيل الناعم، ام خالد ايش حطيتي هنا حبيبتي؟ حطيت ام احمد، حمست الشكر حمرته. ايوه ايوه. وبعدين حطيت هيل، حطيت شويه زعفران يرش. ايه. الحين بحط زعفران هذا في الماي ورد. الماي ورد ايه لازم يبقى. حطيني الغرافه شوي اختي ان شاء الله. يبغيها يا ام احمد الماي ورد. ايه هذا بحاجه لي. لازم الماي ورد ضروري يعني. بحاجه لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين حطيت الماي ورد ام احمد. حطيت الماي ورد. ايه الحين بحط الدهن العربي. دهن العربي. اي نعم. دهن العربي الحين هذا ليب. بعدين دهن العربي بعد يبل الشر اختي بعد. ما علي هذا بيتم. ايه. في عندك بعد هناك. وايد الحمد لله وايد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخنفروش بنعجنه شوية. ياخذ راحت بيرتاح. بس بنسوي الساقو بس مرة نحطي عليه مقاديره كلها زين. ام خليه يسكر ام احمد يخمر شوية. يلا اعطينا اختي الله. أطفاي؟ إيه بسحبها. بندهلة؟ إيه بندهلة. أنت حر علي. بسم الله. خلاص. عند أطباق أم أحمد حط السابق. ما علي الحين بنخلص لهذا. حطيته على شيرة؟ إيه إيه إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيرته شفتي سيرته أختي؟ ها؟ تمام. الحين يطبخ. يلا حطي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الساقو. هذا الساقو طبعا الساقو لازم نغسله. نغسله لازم. بعد انت حطينه بخلط ليش؟ عشان ما يتكسر عني. هذا ما نطال بعد. الساقو طبعا لازم ينغسل. اذا انغسل خلاص. هذا نغسل الساقو. طبعا حطي هذا الساقو مالنا. شوف يا بسم الله الرحمن الرحيم. حملي هذا الساقو نقدر نحركه لين ما تختفي هذا الحبة البيضة.
تختفت حبة البيضة تحسبها ناضي، ما دام ما اختفت الحبة البيضة من الساقو ما ناضي بعدنا. هذا نحمر الساقو الدهن، نحمر السكر لين يحمر. علينا طبق حطينا فيه المقادير ماله، حطينا فيه الهيل، حطينا فيه الزعفران، حطينا فيه الدهن، حطينا فيه الحين عاد شوفي ام احمد اذا يبي دهن حط زياده. ان شاء الله ان شاء الله مخالد، لانه هو ساقو يطلب دهن، يطلب دهن عشان ينضج هاي الساقو. ام خالد نعم، من تختفي الحبه خلاص نضج يود الجدر. ايه. علق بالجدر، ركز له سكر عالي وخلي بيخدو على طول تختفي. تختفيها لازم. راحت بيضه الحين بنحطي عليه، نخلي شوي لما تجهز لنا اغراضنا. نزيد شويه هيل، شويه مكسرات بعد عشان يطبخ وراه. بعد شويه دهن عشان ما يتلاصق. دهن فيه وايد وايد دهن، عشان بحطي بعد الصينيه اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت انت وايد محطي دهن، شوف الدهن ما شاء الله. الحين بنسكره لين ما يختفي الحبوب شويه، وبنشوف ان شاء الله الحين عجينه هذا خنفروش. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي عجينه الخنفروش بنشوفها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي العجينه مخالده، عجينه الخنفروش مره مرتاحه. ايه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عجينتنا جاهزة وهذا ساقونا جاهز. بسم الله، هذه العجينة جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحين بزيد شوية اللي يحمي، نبغى نحمي شوية. خالد بندي عندي، بندي عندنا خالد. فنتي؟ إيه. بسم الله. بل تاوى تحمى. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف عليه شوية بشوفه هل ناضي ولا ما ناضي. بعد ولا الحين؟ بارد محمد. ايه بعده بارد. ريحني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحين بنحطي بسم الله هذا الخنفروش. شوفيها مكسور عليها مخالد ولا زينة؟ زينة طول عليها تبغي؟ لا اخر عليها اخر مطفوفة يعني. لا لا زين، هذا خنفروشنا لين خلص. الحين ساقونا خلص، الحين ابتدينا بالخنفروش. بيستوي ان شاء الله، بيخلص بيستوي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الخنفروش متحمل تاوى خلاص حمت. اي ما شاء الله. هاي مقصور عليها بعد؟ قصر عليها شويه، قصر عليه شويه. قصرتي؟ ايه.
هذا دا مرة التاوة خلاص يستوي استوي زين ما شاء الله. ايه هذا خنفر وسنا الحين بيطلع يلا هذا الحين شلي شلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم حطي مشخله بعدين يطلع الدهن الخنفروش الحين استوى جاهز يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلصت بعدين وش بنسوي ما تعرفي بسم الله الرحمن هذا خنفر وشنا بسم الله خالد وايد قصرت عليه شوي هذا الخنفروش خالد خلص الساقو خلص المحمد إيه ما شاء الله تبارك الله خلص إيه خلاص الحين نرتي عشان تخلصي وما نغرف إن شاء الله مع بعض إن شاء الله هذا القفشة بسم الله الرحمن الرحيم اللي بعده هذا المحمول نحطي على بعض اختي هذا تعلمنا حد يسوي ذيك الساعة يغسل عيش يا ام خالد يغسل العيش ويطحنوه ايه نعم ويسوي خبيص ويسوي خنفروش فيه خنفروش ويسوي خبيص ويسوي شوربة ذيك الساعة يسوي هاي مصطفى الله العظيم محلبية كل شيء يسوي في العيش طلع عليهم يسموها طلع فرني. عليهم من عيش غسلوه نظيف حطوا بالشمس خلوا لين يبس يبس طحنوا داروا طحنوا طحنوا بالرحى اذا ما عندهم بالرحى في المنحاز هي طحنوا طحنوا في المنحاز مره نعيم وحلو يطلع ابيض طحنوا في المنحاز وخلوا غلبهم شيء مساكين الاولين كل شيء يسووا ما شاء الله عليهم. ايه مكسر عليهم شوي؟ ايه قصرت قصرت عليهم. هاي بس شلي. ايه ان شاء الله. شليهم كلهم. خلاص. لانه ما يطول. ما يطول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خنفر وشنا سوي فيه بسم الله هذا الخنفروش يطحنوا العيش مساكين ايه ما غلبهم شيء ما شاء الله ما غلبهم شيء كل شيء يسووا نعم يسووا الحب الحب يسووا للهريس للهريس ويطحنوا لل هذا بعد للخبز والبر يسووا حق الخبز كله طحان عنده كله شغل طحان اذا ما عندهم طحانه دقوا بالمنحاز خلصوا من الطويان من الماي من السيح من النخل من كل شيء خلصوا جاروا على هذا الهريسه طحنوا طحنوا ايه
حطوا بقواطي. بسم الله الرحمن الرحيم. يطحنوا الهريس ويطحنوا الحب والذرة، يطحنوا يساعدوا أم خالد بعد يساعدوا. كل شيء الحرمة تساعد الحرمة، اليارة تساعد الجارة. يساعدوا هي الحريم بعضهم بعض. ساعدوا ساعدوا كلهم مع بعض. انت بطحن لي انت بطحن لي، وهذا هو كل واحد يطحن للثاني. الحين مثل واحد صار مكان اختينا اليوم ما صير اطحن، زيدي لي بعدين انا بزيد ليش. صح، هذا مساعده يعني الجيران يساعدوا الاهليه كلهم مع بعض. مثل ما تقول انا بصير بيت اهلي شويه. شوف لي الياهل، الياهل نايم لكن الحرمه ما تبطي الزور، ما هو ابوها خلاص وردت بسرعه عشان الولد راقد في البيت بتشوف يارتها. الياهل نايم سبح من مكفته ومدخن وكل شيء ونايم مره ما يندل ما يندل. لم تطبخ لم تغسل لم تشتغل لم تروح تجيب الماي وراقد وراقد. نعم ايه نعم. لين جات الام وخلصت قام الولد ايه رضعته وشرب حليب وكذا و... ام خالد نعم. يلا انا باشتغل في الساق وعاد اختي ان شاء الله. يلا ان شاء الله حبيبي. هذا صينيه مال الغراف. ليش اختي بعدي عني هذاك عشان ما ياذيش؟ لا لا في وسع في. ايه بعدي بعدي بعدي. عشان ما يأذيش بالغراب. يا الله بسم الله بسم الله. بسم الله خفيف عملي. هذا الخنفروش ساقو. انت منقعة النوم محمد؟ ها؟ ساقو منقع؟ نقع. وما نقعتي احسن. منقع احسن، منقع احسن عشان تسوي لين. أنا ما نقع أم أحمد ساق. لازم يتنقع. مريت الشكر وعلى طول غسلت ساقه وحطيته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أم خالد نزل هذا، تحمل حاسبي. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خنفروشنا وفي الملاس العود اختي احسن. لا لا بالقش احسن ملاس اللي بيقطر عشان خفيف وايد. يلا حركي حركي حركي. ما عليه عشان ما يتصبب منها. لا ما يتصبب. اعطينا انا بيود لسه القفش الصينيه. لا لا خليها الصينيه قاعده مكانها وحلوه. يلا يلا بس يلا. ايه حطي الطاسه تحت لهذا فعل ملاس تحت سكره على الجدر. يلا سوي سكارة هاي. خالد نعم. حطي هاي ساقو. ايه ان شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا شوية. تعالي شوي. ساقو هذا، هذا ساقونه. زعفران بعد شوي. عطيني. هاي الزعفران شوي. هذا زعفران حق الله. شوي بعد شوي دهن محمد، حط شوي دهن فيه هاي. لا عشان ما في، حط شوي يعني. هذا دهنه عشان ما يتلاصقهم ياكلون الوادم. اخذي اخذي. شكرا. دوش. يلا ام خالد، خلصنا خلصنا ساقونا او خنفروشنا. ام خالد وش رايك بالساق والخنفروش؟ تمام ما شاء الله. ايه زين، الله يعطيك العافيه. ما قصرتي انت بعد، ما شاء الله ساعدتش وياي. لازم انا خوات. يلا ان شاء الله دوم خوات. دوم ان شاء الله نساعد، ودوم الحمد لله على قلب واحد ان شاء الله يا رب. هذا اليوم طبختنا الساق والخنفروش، بالهنا والعافيه عليكم. Thank you.